ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي. دكتور توفيق أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف من الممكن أن نقيم اليوم الموقف الأمريكي، وهل من الممكن للإدارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لمحاولة عدم اتساع رقعة الصراع؟ السادة المشاهدين وشكرا لك على الاستضافة. هو الحقيقة الموقف الأمريكي متوقع أن في حاجة زي كده أن هم هيدعموا الاتجاه بأن حزب الله هو السبب في المشكلة، وأن هيتم أي نوع من الدعم لإسرائيل، لأن في علاقات وطيدة على من كذا زاوية يعني من كذا ناحية. ولكن التعليق بتاعهم أن هو بيحاول تسريع المفاوضات، هو في اتجاه داخل الإدارة الأمريكية مش عاوزين المنطقة تشتعل لعدة أسباب، منها مثلا أن هم ليهم مصالح كثيرة في هذه المنطقة فما لا يريدوا إشعالها بالدرجة اللي ممكن تخدم مصالح مجموعة معينة ولكن تضر بالمصالح الأمريكية وبالانتخابات الأمريكية القادمة، لأن كل ما يزيد حدة الصراع هيبقى من الصعب على المرشحين، أن هو بالذات مثلا كاميلا هاريس ليها موقف معين عاوز ينهي الحرب دي وليس مؤيدا لإسرائيل بنفس بدرجة سياسيين آخرين، فممكن يحصل نوع من الشد، ولذا أمريكا لا تريد الاشتعال في اللحظة دي، يعني ممكن في مرحلة أخرى من الزمان ولكن ليس قبل الانتخابات الأمريكية. فهو تعليقها تعليق يعني نقدر نقول سياسي إلى درجة كبيرة. هل هتقدر تضغط أم لا؟ هي ممكن تحاول تضغط، ولكن القيادة الحالية في إسرائيل أنا في تصوري أنها لا تنصت بقوة لرأي الولايات المتحدة في المرحلة في الأمور دي، لأن الولايات المتحدة بعيدة عن الصراع جغرافيا، أما هم فهم يروا. أنا بنقل وجهة نظر الآخرين، يعني هم داخل الصراع فقراراتهم واضح أن هي بتعطي جزء من الاحترام للأفكار الأمريكية ولكن لا تنفذها بالصورة المفترضة أو المتوقعة. يعني دكتور، هل سيكون الموقف مشابه لموقف الولايات المتحدة من العدوان على قطاع غزة؟ أي هل سيكون موقف محاولات الضغط على إسرائيل ولكن لن تتمكن الإدارة الأمريكية، في حين هي لم تتمكن من وقف العدوان على قطاع غزة؟ هل الموقف مشابه في الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أم أن فعلا الإدارة الأمريكية ستكون جادة في وقف هذا الصراع؟ هو هتبقى أكثر جدية في تصوري في وقف هذا الصراع، لأنه هيكون مباشرة مع أولا قوة هائلة، حزب الله مش ضعيف، زائد أنه إيران ممكن تنجر، فالاحتمالات التراشق أعلى بكتير، فأعتقد ضغطها هيكون أكتر. ولكن في تصوري الأمر سينتهي إلى وضع زي حضرتك ضربة الحوثيين كده، اللي هي ضربة واللي قدامك ما يقدرش، يعني حزب الله على ضربة واحدة هل هيشعل حرب، وإيران هل مستعدة تدخل حرب دلوقتي ولا عندها تخطيطات أخرى. فأمريكا غالبا الوضع هيكون شبه الحوثيين، هي شجبت أو نقضت ما حدث من الهجوم ده، وفي نفس الوقت هتدعم الضربة الإسرائيلية اللي لا نعلم هل ستكون فقط على حزب الله اللي هو ضربها أم في بيروت، والأمور هنا لسه إيه هتتضح خلال الإيه نقدر نقول السويعات الأيام القادمة إن لم يكن السويعات القادمة. وكيف تقرأ دكتور توفيق تحذير المبعوث الأمريكي جالنت من ضرب العاصمة بيروت؟ إذن هل هناك توقعات من تمدد هذا الصراع بشكل أكبر ليصل إلى العاصمة بيروت؟ شوفي حضرتك، هو المنطق يقول ان الضرب المفروض يكون على المعاقل العسكريه لحزب الله في الجنوب فقط، ولا يمتد لايه لضرب بيروت والمدنيين، لان حزب الله اولا يمثل ثلث القوى اللبنانيه، وفي نفس الوقت معاقله محدده في الجنوب عندهم، فالمفروض يبقى كده. ولكن للاسف الشديد ان هذا الصراع في ناس منتفعه من امتداده أو اللي بتستغل فرصة تاريخية مش هتتكرر كتير، يعني مثلا اليمين الديني في إسرائيل ممكن بالنسبة له دي فرصة تاريخية إنه يمسك الحكومة، وبالتالي يقدر ياخد القرارات اللي تسمح له ينفذ إيه مخططاته أو أهدافه وعقائده الفكرية، فده اتجاه. في اتجاه تاني عاوز إن الحروب تستمر وتزداد وتشتعل في المنطقة أكتر، عشان هما من بيبيعوا سلاح لهذه المنطقة فبالنسبة لهم مستفيدين،
في اتجاه ثالث بيظن ان بيضع احتمال ان نتنياهو متعمدا هو بيطول امد الحرب لمصلحه شخصيه سياسيه حتى لا تتم محاسبته. فالحقيقه لو كلمنا بالمنطق، المنطق يقول يبقى الضربه اساسا في الجنوب على معاقل بعض المعاقل العسكريه لحزب الله كما حدث في الحوثيين مثلا، ولكن انطلاقها لبيروت هيبقى في مليون يعني 100% في يعني اهداف وراء هذا الامر كما ذكرته لحضرتك. نعم، اشكرك كل الشكر الدكتور توفيق حماد الكاتب والباحث السياسي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن.